تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. لدينا النص، نقوم بقراءته. حل فصل الربيع ونثر على الأرض ألوانه الجميلة، فالسماء زرقاء والحقول خضراء والأزهار مزينة بأشكالها البديعة وألوانها الرائعة، وبدت الحيوانات فرحة مسرورة بقدوم هذا الضيف العزيز. أما العصافير فقد اصطفت فوق أغصان الأشجار تنشد أحلى الألحان، واكتست الحدائق بحلة جديدة، فاستبشر الفلاحون خيرا. نقوم بشرح النص. حل فصل الربيع، هذا جاء فصل الربيع، ونثر على الأرض ألوانه الجميلة، ألقى على الأرض ألوان جميلة، فالسماء زرقاء، السماء صارت زرقاء، الحقول خضراء، والأزهار تزين بأشكالها وألوانها الرائعة، وبدت الحيوانات فرحة مسرورة، بدت ظهرت الحيوانات كأنها فرحانة مسرورة بقدوم هذا الضيف العزيز. هذا الضيف هو اللي هو فصل الربيع، فرحانة بقدوم فصل الربيع. أما العصافير فقد اصطفت فوق أغصان الأشجار، اجتمعت فوق أغصان الأشجار العصافير، تنشد أحلى الألحان، تنشد العصافير، تغرد العصافير، واكتست الحدائق بحلة جديدة، حدائق أصبحت خضراء، تغير شكلها، فاستبشر الفلاحون خيرا. الفلاحون طمأنوا أو استبشروا بأن هذا السنة، هذه السنة ستكون مملوءة بالخير، أو ستعود عليهم بالخير. نبدأ بإجابة على الأسئلة. أسئلة الفهم: لون العنوان المناسب. لدينا 3 عناوين: الخريف، الطبيعة في الشتاء، الربيع. نلاحظ أن النص حل فصل الربيع، عنوان مناسب للنص هو فصل الربيع، إذن نختار العنوان، ليس الخريف وليس الطبيعة، إنما هو فصل الربيع. المطلوب هو تلوين عنوان النص، هو الربيع. ثانيا، هات من النص ضد الكلمتين التاليتين. لدينا حزينة، قديمة. من النص، أنا من هنا نبحث على ضد كلمة، عكس كلمة حزينة. حزينة ضدها معروفة، فرحانة، فرحة. نبحث عن كلمة فرحة أو كلمة تشبهها. من النص: حل فصل الربيع ونثر على الأرض ألوانه الجميلة، فالسماء زرقاء، نبحث عن فرحانة أو شيء مشبه له، والحقول خضراء والأزهار مزينة بأشكالها البديعة وألوانها الرائعة، وبدت الحيوانات فرحة، وبدت الحيوان فرحة، فرحة هي ضد حزينة، ضدها فرحة، بما أنها ضمتين نكتب فرحة، فرحة هي ضد حزينة. قديمة، شيء قديم ضده شيء جديد، قديمة جديدة، نبحث عن جديدة أو كلمة تشبهها. من النص طبعا: حل فصل الربيع ونثر على الأرض ألوانه الجميلة، فالسماء زرقاء والحقول خضراء والأزهار مزينة بأشكالها البديعة وألوانها الرائعة، وبدت الحيوانات فرحة مسرورة بقدوم هذا الضيف العزيز. نبحث على جديدة. أما العصافير فقد اصطفت فوق أغصان الأشجار تنشد أحلى الألحان، واكتست الحدائق بحلة جديدة، بحلة جديدة. لدينا قديمة، قديمة ضدها جديدة، جديدة. إذن وجدنا حزينة ضدها فرحة، فرحة، حزينة، فرح، فرحة، قديمة ضدها جديدة، وجدناها من النص. ثالثا، أين اصطفت العصافير؟ دائما من النص، أين اصطفت العصافير؟ المكان الذي اصطفت فيه العصافير، نبحث دائما من النص عن العصافير. حل فصل الربيع ونثر على الأرض ألوانه الجميلة، فالسماء زرقاء والحقول خضراء والأزهار مزينة بأشكالها البديعة وألوانها الرائعة،
وبدت الحيوانات فرحة مسرورة بقدوم هذا الصيف العزيز. نبحث عن العصافير. أما العصافير، وجدناها، سؤال مطلوب، أين اصطفت؟ فقد اصطفت فوق أغصان الأشجار. اصطفت فوق أغصان الأشجار. اصطفت فوق أغصان الأشجار. إذن نجيب عن السؤال، أين اصطفت العصافير؟ اصطفت العصافير اصطفت العصافير فوق أغصان الأشجار. أجبنا عن السؤال، أين اصطفت العصافير؟ اصطفت العصافير فوق أغصان الأشجار. هذه دائما من النص. أسئلة اللغة، اكتب حسب المثال. أعطانا مثال، الربيع رائع، لأن الضمة ضمتين، الربيع رائع. كيف أصبحت؟ ما أروع الربيع، فتحتين وعلامة التعجب، ما أروع الربيع. الألوان جميلة، الربيع رائع، ما أروع. الألوان جميلة، ما أحسنتم، أجمل، ما أجمل، فتحة، الألوان، دائما هنا الفتحة، ولا ننسى علامة التعجب. الربيع رائع، ما أروع الربيع، الألوان جميلة، ما أجمل الألوان. ثانيا، أشطب العبارة الخاطئة. لدينا عبارة، جمل، استبشر الفلاحون خيرا. جملة اسمية، جملة فعلية. إذا كانت الجملة تبدأ بفعل نقول أنها جملة فعلية، إذا بدأت الجملة باسم نقول أنها جملة اسمية. استبشر، لدينا الأفعال مثلا، ذهب، خرج، أكل، شاهد، يلعبون، كلها أفعال. استبشر هو فعل، استبشر الفلاحون بما أنه فعل، إذا جملة، أحسنتم، فعلية، وشطب على جملة اسمية. العصافير، العصافير هو، أحسنتم، اسم، باب، مدرسة، طبيب، أسد، كلها أسماء. العصافير اسم، بما أنه اسم إذا نقول أن الجملة، أحسنتم، اسمية، وبالتالي أشطب على جملة فعلية. استبشر الفلاحون خيرا، فعل، جملة فعلية. العصافير فوق أغصان الأشجار، العصافير اسم، جملة اسمية. هات كلمة تبدأ ب. ثالثا، الشمسية القمرية. الشمسية معناه الشمس. الربيع، الصيف، السبت، كلها شمسية. نكتب مثال، الصيف، دائما الشمسية تكون هنا الشدة. الصيف، الربيع، السبت، الشمس، كلها الشمسية. القمرية، نبدأ ب القمر، المدرسة، الولد، كلها قمرية. نأخذ مثلا، المدرسة، دائما القمرية نضع السكون والشمسية نضع الشدة. المدرسة، هنا القمرية، هنا الشدة، هذا اللام لا ينطق. الصيف، الصيف، هنا المدرسة القمرية. رابعا، اكتب بالضمير المناسب. لدينا الضمائر، أنتن، هم، أنت، أنتما. أنتن جمع مؤنث، هم جمع مذكر معناه كثير من الذكور، أنت مؤنث، أنتما مثنى، اثنان. لا تقطفي الأزهار، لا تقطفي الأزهار، مؤنث، لا تقطفي الأزهار، أحسنتم، أنت لا تقطفي الأزهار. يتجولون في الحديقة، يتجولون في الحديقة، جيد، هم يتجولون في الحديقة.
هم يتجولون في الحديقة. لا تقطعان أغصان الأشجار. لا تقطعان، مثنى اثنان، لا تقطعان. أحسنتم، أنتما. لا تقطعان أغصان الأشجار. اغرسن، جمع النسوة، اغرسن. أنتن، أنتن، اغرسن، جمع مؤنث، أنتن، أنتن، اغرسن. أنتما لا تقطعان أغصان الأشجار. أنت لا تقطفي. هم يتجولون في الحديقة. الوضعية الإدماجية. أرتب الجمل المشوشة. لدينا كلمات نشكل جملة من هذه الكلمات المشوشة المتبعثرة. الأزهار فوق، الفراشات تحلق. نبدأ ب، أحسنتم، تحلق. نبدأ بالفعل تحلق. من هي التي تحلق؟ جيد، الفراشات. تحلق الفراشات، قمرية، تحلق الفراشات فوق الأزهار. أحسنتم، فوق الأزهار. تحلق الفراشات فوق الأزهار. هنا جملة مشوشة وهنا جملة مرتبة. تبني أعشاشها الطيور وتبيض. لدينا تبيض، تبني. نبدأ بتبيض أو تبني؟ أحسنتم، تبني أولا. تبني من هي التي تبني؟ تبني الطيور. الطيور، تبني الطيور، أحسنتم، أعشاشها. تبني الطيور أعشاشها وتبيض، ثم تبيض. أولا تبني العش، ثم تبيض في العش. أخيرا في الحقول الأغنام ترعى. نبدأ بالفعل ترعى. أحسنتم، ترعى الأغنام. أين ترعى الأغنام؟ جيد، في الحقول. في الحقول. نريد قراءة الجملة المرتبة. تحلق الفراشات فوق الأزهار. جملة مرتبة. تبني الطيور أعشاشها وتبيض. ثالثا ترعى الأغنام في الحقول. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.